حامد مرسي هو واحد من أبرز نجوم الطرب والغناء في مصر في العشرينات والثلاثينات والأربعينات، بالإضافة إلى براعته في التمثيل ومشاركته في عدد من الأفلام السينمائية المتميزة. فقد وهبه الله نعمة الصوت الجميل العريض الذي استحق بسببه لقب بلبل مصر في زمن كان يشهد ملاك الأصوات الغنائية الموهوبة مثل صالح عبد الحي وعبد اللطيف البنا ومنيرة المهدية ومحمد عبد الوهاب وأم كلثوم والشيخ سلامة حجازي والشيخ سيد درويش والشيخ أبو العلا محمد وغيرهم، كما أنه لقب بدنجوان عصره بسبب كثرة معجباته وزيجاته، حتى أنه تزوج من فنانة مشهورة وأنجب منها ابنة وتعرض للتشويه مرتين من إحدى معجباته. الفنان حامد مرسي من مواليد مركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة، وذلك في يوم 1 مايو عام 1902، وقد حفظ القرآن الكريم وأنشد القصائد والمدائح النبوية والتحق بالمعهد الديني في طنطا قبل أن يتم عامه العاشر، ثم سرعان ما زاع صيته في جميع محافظات الوجه البحري بسبب حفلاته التي كان يغني فيها، وهو ما جعله ينتقل إلى الأسكندرية حيث التقى بالموسيقار سيد درويش وظل يغني من ألحانه لمدة عامين كاملين. وكان حامد مرسي أول من غنى زروني كل سنة مرة بعد وفاة صاحبها عام 1923، ثم انتقل للقاهرة بعد ذلك حتى عرضت عليه إحدى شركات الإسطوانات تسجيل عدد من الإسطوانات الغنائية له. وعندما حقق النجاح والانتشار دخل مجال التمثيل وتنقل بين الكثير من الفرق المسرحية الغنائية مثل فرقة جورج أبيض وفوزي الجزائرلي وأمين صدقي وعلي الكسار، ويقال أنه لم يتوافق مع التطور الموسيقي الذي قاده موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، فاضطر إلى اعتزال الغناء وتولى الإشراف على المسرح الشعبي. بدأ الفنان حمدي مرسي مسيرته الفنية في عام 1935، وذلك عندما شارك لأول مرة في فيلم بواب العمارة أمام علي الكسار لتتوالى أعماله الفنية ويصل رصيده الفني لأكثر من 40 عمل، كان آخرها فيلم سلطانة الطرب عام 1978 مع الفنان فريد شوقي في دور الشيخ سلام حجازي. ومن أبرز أفلامه اليد السوداء، ألف ليلة وليلة، بداية ونهاية، بين القصرين، زقاق المدق، أبي فوق الشجرة، السكرية، أرملة ليلة الزفاف، مولد يا دنيا، الحياة نغم، لا تتركني وحدي، إمبراطورية المعلم، السلم الخلفي، ذئاب على الطريق، أنت اللي قتلت بابايا، زوجة لخمس رجال، الحلوة عزيزة، فتاة الاستعراض، بياعة الجرايد، شفيقة القبطية، بالإضافة لمشاركته في مسرحية عبودة عبد عبودة مع أمين الهنيدي ومسلسل لعبة الرجال مع محمود المليجي ويوسف شعبان وعماد حمدي وصلاح منصور وسميحة أيوب وحسن البارودي. كان الفنان حامد مرسي يسمى بدنجوان عصره، وكان معبود المراهقات وهدفا دائما لمطاردة الحسنوات أينما مضى، ولم يكن ينافسه في ذلك إلا الموسيقار محمد عبد الوهاب، لكن عهد عنه كسر زيجاته التي وصلت إلى 10 مرات. ولم تتزوج الفنانة عقيلة راتب طوال حياتها إلا مرة واحدة، وكانت من الفنان حامد مرسي، وكانت الزوجة التاسعة له، وكان اللقاء الأول بينهما من خلال بطولتهم لمسرحية ملكة الغابة، وتحدث حامد مع علي الكسار في أمر الزواج منها، فخافت بشدة من هذا الزواج لأنها تعرف بسيرة حامد مرسي وحكايات زواجه وطلاقه وتنقله من امرأة إلى أخرى. وفي نفس الوقت كان هناك أحد كبار البشوات الذي كان يحضر المسرحية بانتظام، فعرض هو الآخر أمر الزواج من عقيلة على الفنان علي الكسار الذي كان بمثابة أبيها الروحي، وأصبح هناك اثنين يريدان الزواج منها، ولكنها رفضت الزواج من الاثنين في البداية، لكن مع كثرة إلحاح حامد مرسي ومع شعورها بمشاعر حقيقية في داخلها نحوه وافقت في النهاية عليه، مما جعل الباشا الكبير يغضب ويقرر الانتقام من فرقة علي الكسار بكاملها، حيث أصدر أوامره بوقف المعونة المالية التي كانت تقدمها الحكومة المصرية للفرقة المسرحية، ولكن الكسار لم يبالي بهذا التوقف، حيث كانت الفرقة تحقق رواجا ماديا كبيرا نتيجة للنجاح الكبير الذي كانت تحققه عروضها.
وكان زواج عقيلة ومرسي في عام 1931، وكان عمرها يقترب من 16 عام، وكان هو يجبرها ب11 عام، وبارك والدها الدبلوماسي هذا الزواج، وأثمر الزواج عن ابنتها الوحيدة أميمة. واستمرت حياتهم الزوجية هانئة سعيدة بصحبة ابنتهم الصغيرة، لكن ما هي إلا سنوات حتى عاد الدونجوان لسابق عهده، لكنها تحملت نزواته وسهراته، لكن وفاة أبيها بعد ذلك أثرت في حالتها النفسية إلى حد كبير، فأصبحت تضيق باستمرار بسهراته خارج المنزل حتى نفذ صبرها وقررت الانفصال عنه. وبالفعل تم الطلاق بعد زواج استمر ما يقارب من ربع قرن، أي 26 عام، ولم ترتبط بأحد غيره رغم أنها انفصلت عنه وهي في الأربعينات من عمرها وكانت في عز شهرتها الفنية. ولم يكن الطلاق الهادئ عائقا في استمرار الصداقة بين حامد مرسي وعقيلة راتب، حيث كان يزورها باستمرار ويطمئن على ابنته، حتى أحست بانقطاع زياراته فمضت مع ابنتها إلى منزله لتطمئن عليه، فوجدته مريضا وحيدا فاقترحت عليه أن يتزوج حتى تكون إلى جواره من يؤنس وحدته، فوافق على الفور واختارت له عقيلة بنفسها زوجته رقم 10 والأخيرة. ويذكر أن ابنتهم أميمة حامد مرسي، والتي كانت عضوا نشطا في جمعية أبناء فناني مصر، قد رحلت عن عالمنا في شهر سبتمبر من عام 2018، وأقيم العزاء في مسجد عمر مكرم في ميدان التحرير وسط حضور مكثف من رجال الأمن والسياسة والإعلام والفن، وعلى رأسهم الفنان حكيم. في عام 1958 ذكرت مجلة الكواكب بأن واحدة من سيدات المجتمع الراقي وقعت في حب المطرب وهو تعلق بها وبادلها نفس الشعور، ولكنه عرف فيما بعد أنها متزوجة ولديها أطفال، وعلى الفور قرر أن يبتعد عنها، ولكنها ظنت أنه يحب غيرها وقام بمحاولات كثيرة للرجوع إليه لكنه رفض. وفي أحد الأيام أحضرت السيدة ماء نار وانتظرت حتى خرج على المسرح وقامت بإلقاء ماء النار عليه، حيث أصابت ذراعه بدلا من وجهه. ومن العجيب أن حامد مرسي كذب كل ما تناقلته الصحف والمجلات وقتها، وعندما سئل عن السبب فيما بعد قال أنه يريد أن يحافظ على السيدة وعلى أسرتها، وقال وقتها أن رجلا هو من حاول إلقاء النار عليه. رحل الفنان حامد مرسي عن عالمنا في يوم 10 يونيو من عام 1982 عن عمر يناهز 80 عام، وذلك في مستشفى الشبراويشي.